لقاء الأحبة سحر حلال ونبع مصفى وورد زلال. به قال حبي به الله قال به القلب يحيا بعذب المقال. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في برنامجكم لقاء الأحبة. في هذا اللقاء الرائع نأخذ فاصل ثم نعود بإذن الله، فابقوا معنا. لقاء الأحبة سحر حلال. حياك الله يا دكتور ومرحبا بك، فرصة أننا التقينا وكتب الله لنا هذا اللقاء، أن التقينا 30 لقاء الحمد. لكن الناس مش مدارين الدكتور علي مسعد من؟ نشتي نعرفك الدكتور علي مسعد، تجربتك في العمل الدعوي، تأثرت بمن؟ موقف كان له أثر في حياتك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اسمي علي مسعد الهويدي. أما التأثر فهو بشخصيات دعوية مثل الشيخ كشك والشيخ أحمد القطان رحمه الله تبارك وتعالى، ومن خلال دراستنا في المعهد العلمي كان هناك تربية إسلامية على منهج الكتاب والسنة جزاهم الله خير، فكان لها أثر في هذا. موقف حصل لك هكذا بحياتك بالعمل الدعوي؟ مواقف كثيرة، يعني بعض الأحيان واحد لما يدخل العمل الدعوي الناس يحبون الدعوة يا شيخ واصل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن منكم منفرين، قد نكون نحن بعض الأحيان ننفر الناس. يعني أردنا يوم من الأيام أن نعطي موعظة في الإصلاح ذات البين، فقام واحد وأنا قمت بعد الصلاة، واحد قام وهو وكيل محافظ الله يرحمه قد مات، قال لا يشغل قارئكم مصليكم، لا يشغل قارئكم مصليكم. واحد من اللي يشتوا استمعوا قام قفز للجو ويشتي ضاربة، وإنها معركة داخل المسجد. أنا أردت أن ألطف الجو، فإذا الجو يتحول كله إلى كهرباء نار. نسأل الله أن يعيننا جميعا في هذا العمل وفي هذا القطار الدعوي. وأنا تأثرت بشخصيتين اللي هو الشيخ عبد الحميد كشك، هذا بالنسبة للجانب في بداية الجانب العمل السابق. أنا تأثرت بالشيخ أحمد القطان رحمهم الله، وكلهم كان لهم باع في العمل الدعوي رحمه الله. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا في هذا القطار الطويل اللي احنا سادحين به إن شاء الله تعالى، وهو توفيق الله. هو توفيق الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا في هذا العمل الدعوي والخيري إلى أن نلقى الله. شكرا لك، شكرا لك أن التقينا، شكرا أن احنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن أنا بالنسبة لي يعني ما كان في حقي أنا مسامحك والله. سامحك الله. شكرا لك. سامحك الله الله يحفظك، ليس منك إلا الخير. لقاء الأحبة سحر حلال. أهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الحلقة المباركة الطيبة التي عنوانها أثر الصلاة، وبإذنه تبارك وتعالى سنعيش مع مشايخنا. أهلا وسهلا بمشايخنا الكرام، حياكم الله وبياكم في هذه، يعني نريد أن نناقش في هذا في هذه الحلقة أثر الصلاة. أثر الصلاة يا شيخ عبد الحق، أولا أن الصلاة نور، جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة نور، نور في بيتك، نور في وظيفتك، نور في عملك، نور في طريقك، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا ذهب أحد إلى المسجد ماذا يقول؟ اللهم اجعل لي في قلبي في لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري، وفي رواية في بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا واعظم لي نورا، في رواية واجعل لي نورا واجعلني نورا، وكلها في رواية البخاري ومسلم. إذا شوف كيف تنور طريقك، لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث عن أبي داود عند أبي داود عن بردة بن الحصيب قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، هم لا شك يحتاجون هذا النور. نعم، إذن نور في حياتك، ما يضيء له حتى في الصلاة. نعم، إذا يعني وراءكم فالتمسوا نورا، نور في الحياة ونور
وقت نعم عند لقاء الله عز وجل. بشر المشائين بالنور. نحن لماذا حياتنا ظلمات بعضها فوق بعض؟ لأننا تكلمنا عن الخشوع، وتكلمنا بأن الصلاة حينما تؤدى بحدودها وأركانها وفرائضها وبخشوعها تؤدي هذا النور في حياتنا، تؤدي النور في بيوتنا، تؤدي النور في وظائفنا، تؤدي النور في أعمالنا، تؤدي النور في وجوهنا. نعم. أن تشوف الإنسان المصلي حتى ولو كان أسود أنه له رونق النور على وجهه، حتى ولو أسود، حتى ولو كان أسود. صليت على رسول الله. اللهم صل وسلم وسلم. فهنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا وتلاحظ الآية الله نور السماوات والأرض مقترنة بعدها بأماكن النور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال التي لهم تجارة ولا بيع عن ذكرها وقائم الصلاة وإيتاء الزكاة. إذن قال العلماء المفسرون أن هنا نور الله سبحانه وتعالى الذي يريده من هذه الأماكن. سبحان الله. كما أسلف الدكتور علي أن الصلاة يا دكتور عبد المنان هو الحديث عندك، لكن أنا أعجب الحقيقة لماذا الدكتور علي يؤكد حتى ولو هو أسود، حتى ولو هو أسود. لا 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 تفهمني على غير مقصدي أنا. لا 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 قصدي كان تنظر إلى نفسك أنك أسود. لأن الشيخ علي يستحضر صورة بلال الذي امتلأت نعم ملأت نعم الكون كله نور، أو أنه يقصد نفسه فهو ليس أسود يعني. لا لا الشيخ عبد الحق جعل لك مخرجا طيبا، وهذا وهذه نيتي كانت. بارك الله فيك مقصدي. ونحن سنفهمها بهذه النية الطيبة إن شاء الله. الإخوة الكرام، الصلاة لها آثار، ومن هذه الآثار أنها عون للعبد. وإذا تأملنا في كتاب الله عز وجل نجد أن الله جل وعلا ذكر لنا هذا في قطعيات النصوص الشرعية. قال الله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة، فبين الله عز وجل لنا أن الاستعانة تكون بالصبر وكذلك تكون بماذا؟ بالصلاة. ثم قال إن الله مع الصابرين. وأي أمر أعظم من أن تستعين بالصلاة؟ وإذا تأملنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه كان على الدوام يستعين بالصلاة. في البخاري أنه كان إذا حز به أمر فزع إلى الصلاة، وحزبه أمر. وكذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا كسفت الشمس أو القمر أو انقطعت الأمطار أو التحمت الجيوش كانت الصلاة هي مفزعه عليه الصلاة والسلام، إذن كان يستعين بها رغم أنها أمر معنوي، أليس كذلك؟ نعم بلا شك. ولكن مع يعني مع هذا كانت تقوي عزائمه عليه الصلاة والسلام. بل نجد حتى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا يستعينون بالصلاة. وأنا أضرب مثالا، يقولون أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان في سفر فجاءه الخبر أن قثم، من قثم؟ أخوه. جاءه نعي قثم وهو في الطريق، فماذا فعل؟ أناخ الراحلة وتوضأ واستقبل القبلة وصلى لله ما شاء أن يصلي. جاء في هذا الأثر أنه أطال السجود، فكانت هذه الصلاة هي بلسم الجراح له. ثم قام والناس ينتظرونه من أجل أن يعزى، ثم مضى وهو يقرأ الآية واستعينوا بالصبر والصلاة. إذن كانوا يستعينون على نوائب الدهر، يستعينون على نوائب الدهر بالصلاة. اليوم نحن في حياتنا العملية بما نستعين على نوائب الدهر؟ وما هي الوجهة الذي نتوجه إليها؟ وما هو الفعل الذي نفعله؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستعين بالصلاة وبالصبر، وأن نكون من أهل الصبر والصلاة. يا رب جزاكم الله خيرا. الحقيقة أن الشيخين الكريمين ذكرا أثرين عظيمين بالغين من آثار الصلاة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وأن ينفع من يشاهدنا بها.
يعني تفزع إلى الصلاة إذا أردت العون، تفزع إلى الصلاة إذا أردت النور. ويمكن أن يكون من آثار الصلاة أن تكون الصلاة للعبد مانعة تمنعه عن محارم الله عز وجل، لأنها هي ليست هيئات تؤدى فقط ثم يخرج الإنسان لا ينتفع من هذه الصلاة، لا، لابد أن تحجزه وأن تمنعه عن محارم الله عز وجل. هذه مصداق للصلاة. وأنا يا إخواني أحضر عند طبيب، هو ما زال شاب في هذا العلاج الطبيعي، قبل تقريبا 3 أيام يقول لي، قال يا شيخ جاء واحد يقول لي، قال أنا أصلي لكن أعصي وأرجع أقول كيف أصلي وأنا أعصي؟ قال قلت له الصواب أنه الصلاة تنهى عن المعاصي والكذا، قال على قدر فهمي. قلت له يا شيخ، قلت له شوف انظر، لو أن واحد أنت تحبه وتحترمه وكذا ثم في وجه ثم تخرج من عنده وتسيء إليه كيف تلقاه بأي وجه؟ هو يقول قلت له هكذا. قال قلت له الآن لما تأتي وتسجد بين يدي الله عز وجل وتقول يا رب يا رب وتذكر أنك قبل شوية عصيت، سرقت، زنيت، عملت كذا، كيف تأتي إليه وتقول يا رب؟ وهو فعلا يا إخواني بأي وجه تلقى الله عز وجل إن لم تمنعك الصلاة. روى عبد بن حميد عن ابن مسعود قال إن الصلاة تأمر وتنهى. إن الصلاة تأمر وتنهى. قالوا كيف؟ قال اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل. قال لا صلاة لمن لا يطيع الصلاة. قالوا كيف يطيع الصلاة؟ قال هي تأمر وتنهى. قالوا كيف؟ قال اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وروى الطبراني من حديث من يعني عن الحسن، وهو في باب الأمانة العلمية، هو مرسل، هو ضعيف، لكن معناه صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهاه عن المنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا. لم يزدد بها من الله إلا بعدا. أخواني والله يعني أحيانا لما يحس الإنسان أن هذه الصلاة هي وريثة، ورثتها عن أبي وعن جدي وكذا، لابد أن أؤديها، ثم يعني يعمل على خلاف هذه الصلاة. لابد فعلا أن ندرك أن هذه الصلاة تكون مانعة للعبد، وهذا هو الأثر الذي يريده الله عز وجل من العبد في الصلاة. جزاك الله خير يا شيخ محمد. يا مشايخنا الكرام، من آثار الصلاة يعني أن الصلاة كفارة، وسبحان الله يعني نجد أن من أعظم نعم الله عز وجل على هذه الأمة أن جعل لها هذه 5 صلوات يعني كفارة للذنوب. يعني قد يأتي الإنسان وقت موته وليس عليه دم، لأنه دائما يغسل في الليل، مغتسل يوميا، مثل في الحديث رأيت لو أن نهرا جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه من شيء؟ قالوا لا. قال فتلكم الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. من أعظم هذه الآثار يا مكافح فعلا، مكافح فيروسات الذنوب والمعاصي كفارة. ونلحظ يا أحباب، ذاك الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله قبلت امرأة، يعني لاحظ يعني سكت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول يا رسول الله افعل بي ما شئت، يعني خلاص وقع في الخطيئة ولم يعني زلت الشيطان وكذا، وإذا بيندم ويأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ممتثلا لأي عقوبة، يريد التطهير، يريد فقال افعل بي ما شئت يا رسول الله. فلم يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب الرجل فقال عمر يعني ستره الله لو ستر نفسه، يعني قد الله ستره فلماذا يكشف نفسه؟ ثم إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ردوه علي. فلما ردوه على النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه قول الحق سبحانه وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. يعني تخيلوا فرحة عمر بهذه الآية. قال يا رسول الله أهي له أم لنا؟ يعني هذه خاص بهذا اللي جاي يطلب منك أنك تطهره أم هي؟ بل قال عليه الصلاة والسلام هي له ولكم. يعني فأقول يا أيها العاصي، يا أيها المذنب، يا أيها الكذا، عد إلى الله عز وجل معتذرا، ولا تجعل المعصية يعني هي حياة يعني تألفها وتستمر عليها وتقول خلاص أنا بروح بالصلاة بغسلها. لا، إن حدث منك وقد وقعت في الخطيئة دون أن
تولف عليها وتعتادها وتتعمدها وكذا، فاعلم أن الله عز وجل ينتظرك في الصلاة ليغسلك من هذه الخطيئة. فإذا كان هذا قد قبل فاعلم أن الله عز وجل سيغفر لك، يعني يغفر ولا يبالي، يغفر ربنا تبارك وتعالى ولا يبالي. أشوف الأرزاق تختلف من واحد لواحد. والصلاة رزق عبودي. الصلاة لأنك تعبد الذي خلق ورزق وتكفل، لكن ومع أني أيضا أنه رزق عادي يشتوق على سارق. وأعظم الناس سرقة الذي يسرق من صلاته بين يسرق ارتكب مشكلة. دحين سارق في بيت الله ويسرق من رأس ماله نفسه، أيوة ما مشو يسرق نفسه إلا هذا وبيت الله ويخادع. فجعل الله الصلاة هذه منفس على واحد الحين لو ضايق ولا مهموم ولا مغموم ولا مكروب ولا محزون، أجل يفرح قلبه يفزع إلى الصلاة، يضع جبينه بين إذا صلى خلاص. يعني الدكتور قال لي أرحنا بها يا بلال. أذكر لكم يعني موقف طريف. واحد من البلاد كان بيصلي بمكان مرتفع بيجوب الدائم حق أول مكان حق الحراسة، فكان بيصلي فكان ينقر هناك رنك الغراب، وكان واحد من جماعته أو أقربائه جنبه يتأمل عليه وكان يصلي الله أكبر سمع الله محمد المهم يعين سريع. قال له أش عمل؟ قال صلينا. قال ما قبلتش أنا ما عجبتنيش أنا كيف أقبله؟ وبعدين سبحان الله ألهمها الله ضرب له مثل سريع قال له يا ابن عمي الصلاة مثل المياه المقطوعة، علوا معك مين مبسوقة أو مقطوعة أحد يقبلها منك بالسوق يعني مثل العملة مقطوعة. العملة الورقية 100 ولا 500 ولا 1000 لو كانت مقطوعة حد يقبلها بالسوق؟ قال له لا. قال والصلاة مثلها صلحها هنا رقعها تصلح لك هنا. فحين واحد الحين ما يعني يشعر الحين بالضيق والتعب والهم ولا يفزع أن تلاحظ الحين يكون واحد ما هو من التعب جدا كله ويروح على طول يتوضي وراح يصلي. وأراد الله أن يربطك بالصلوات الخمس اللي تكون مربوط معه باستمرار، وكان بإمكانه نحن نقوم نصلي في الفجر ودينا ألفي وضه وعصر المغرب ودفع واحد، لا يشتيك بين كل فترة وفترة مع الإعياء والتهب استراحتك وراحتك يوم ترجع لعند مرة ثانية وتصلي. فإذا ركع وإذا سجد أنت أقرب الناس إليه، حتى بمحبتك وأخوتك وللناس أيضا لا تقول فلان هذا أخي ولا فلان هذا صاحبي، قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين. إذا أنت مصلي بشرط أن يكون مصليا، ما كل ما حد يستطيع أن يكون أخ ولا يكون صاحب ولا يكون قريب ولا يكون حبيب إلا إذا أدى الصلاة. فكم من الذي تحصل كثير من الشباب كثير من الناس لا يصلي، كم من الذي يسمع المؤذن للصلاة فلا يجيب أحيانا. فالصلاة هذه راحة الكبر ما قاله الدكتور. قال حديث أبو موسى صح ذكر سابقا، قال والصلاة نور حديث أبي مالك أبو موسى قال والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. فلا راحة ولا استقرار أحيانا تحصل إلا في الصلاة. لو كنت أحيانا لو خسرت أو كسرت يلجأ الناس لمن؟ يلجأ الناس للصلاة. وكم بقي معنا الوقت القليل؟ ما اشتيت أقصد أنه كنت سأضرب على ذلك مثال أحيانا في أنا أقصد يا شيخ واصل يعني إجمالا لمن يشاهدنا، ذكر الصلاة نور وذكر الصلاة عون وذكرنا الصلاة مانعة وذكرت الصلاة كفارة وذكرت الصلاة راحة. كل ويمكن أن تضاف ثمرة الصلاة قلنا مانعة وكذلك رافعة. لما يأتي ذلك الذي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول النبي يقول له سلني حاجتك يا ربي يا مدام سلني حاجتك، قال احنا نقول بعض الأحيان أي خدمات لواحد إذا قال لك طيب سلفني 1000 يقول والله ما ريال، طيب مش عادك قلت لأي خدمة لماذا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول له سلني يا ربيعة قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، النبي يقول قصده لعل هذه مقدمة وعدوا يسأل أو غيرها، قال هو ذاك يا رسول الله، قال أعني على نفسك بكثرة السجود تشتي ترتفع مع مقام الأنبياء والصديقين والنبيين أكثر السجود. لا إله إلا الله. لأنه كان هو كان حريص على صحبة هو اضرب يعني المثال لا تروح لا فكرة الصحابي كان يعني ربيعة بن كعب الأسلمي كان واسع وبعيد لما قال أسألك مرافقتك، ليش؟ يريد أن تستمر صحبته دائمة وباقية بالدنيا والآخرة الدنيا. حتى في الآخرة أيضا يشتغلك أنا أشتي ملازمتك مثل ما لازمناك هنا نشتي أيضا لازمك هناك
وهذا سعد. فالنبي أراد أن يربط مرة ثانية المسجد، قال خلاص أعني على نفسك بك السجود، يعني اسجد واقترب. أحسنت، جزاك الله خير يا شيخ واصل. الإمام أبو حنيفة لما جاءه رجل قال إن لي ضائعة فقدتها أريدها، فدلوا على ماذا؟ صلي، دلوا على الصلاة، لأنه يعلم أن ركعة. أيوة، يعني يعلم أن الشيطان ما بيترك له حاله يصلي، ولهذا ينبغي أن ندرك أن في الصلاة تحتاج جهد وجهاد، وتقضى بها الحوائج فالرجل شرع في الصلاة، فجاء الشيطان وذكره أين ضائعته، فخرج من الصلاة لا قال خلاص وجدتها. قال أبو حنيفة قد علمت أنه لن يدعك. نعم، حتى ذي الشيء من حوائج الدنيا ولا شيء، استغفر الله تعالى. شكر الله لكم مشايخنا الكرام وبارك فيكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرفع قدركم وأن يجزل لكم بالثواب والأجر، إنه على كل شيء قدير. شكرا لمشاهدينا الكرام، وإلى حلقة قادمة بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء الأحبة سحر حلال، ونبع مصفى وورد زلال، به قال حبي به الله قال.